برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يدشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يوم غد جائزة الملك حمد للتعايش السلمي من مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكد المشاركون في إطلاق هذه الجائزة أن هذه المبادرة المتميزة تعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم على تعزيز مبادئ السلام والتعايش. يعني شيء جميل جدا يعني، واحنا نفتخر كثير بهذه الجائزه، يعني انها تكون في ولايه امريكا في لوس انجلوس، وهي تفضل يعني جلاله الملك الله يحفظه ويعزه ان شاء الله، شيء كبير ومو غريبه. يعني دائما لمسات الملك يعني كبيره في كل المجالات، وهذه الجائزه اليوم تدشن في ولايه لوس انجلوس الامريكيه، شيء كبير جدا. وانا متاكد ان هذه رايح يعطي طابع كبير بالنسبه للبحرين، ومو غريب البحرين دائما هي سباقه، ودائما في عده برامج تكون، وهذه برنامج كبير وراح يكون صدى كبير في كل العالم. The most important thing is it's the King Hamad Award and his majesty. من المهم جدا أن يكون هناك جائزة للتعايش السلمي، ونشكر جلالة الملك على هذه الجائزة التي ستعزز مبادئ السلام والتعايش مع الجميع. نحن هنا لندعم هذه المبادرة الرائعة والمتميزة، والعالم يجب أن يحتذي بها.